مطرقة الساحرات، الكتاب الأكثر شراً في التاريخ، والذي تسبب بإشعال أوروبا لأكثر من 300 عام، وتسبب بإصدار أحكام الإعدام حرقاً على أكثر من 2 مليون امرأة عبر محاكم التفتيش الكاثوليكية بتهم ممارسة السحر. داهية كبرى حلت على المدن الأوروبية وانتشر السحر فيها كالنار في الهشيم. شكل البابا والكنائس الكاثوليكية فرق مفتشين لمحاربة الساحرات. حرب امتدت لقرابة 300 عام، وصفت بأكبر عملية اضطهاد وإبادة جماعية في التاريخ. أنا أيمن القاسمي، وهذا تحقيق خاص جديد عن كتاب مطرقة الساحرات. بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أصدقاء المتابعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة. أما بعد، كتاب مطرقة الساحرات، الكتاب الأكثر شرا في التاريخ، تحقيق اليوم يذكرنا بالأساطير القديمة وحكايات الزومبي ومذكرات مصاصي الدماء، ولكن هذا التحقيق والقصة التي سنحكيها فيه هي قصة حقيقية تقشعر منها الأبدان. كتاب مطرقة الساحرات صدر في العام 1489، ونتيجة لما ذكر في هذا الكتاب تم إحراق عدد لا يصدق من النساء. تختلف الروايات ما بين 400 ألف امرأة و 2 مليون امرأة، والبعض يذهب أبعد من ذلك ويقول أنهن قرابة 4 مليون امرأة اتهمن بالسحر وتم إعدامهن حرقا. هل تذكرون مسلسل مذكرة الموت؟ فكرة المسلسل أنه عندما يقوم حامل الكتاب بتدوين أي اسم فيه فهو يموت بعد فترة معينة نتيجة أزمة قلبية. ولكن تخيل، كتاب مطرقة الساحرات الحقيقي أكثر خطورة، لم يضطر الكاتب أن يذكر فيه أي اسم، وإنما وضع عدة توجيهات بموجبها تم حرق ملايين من الناس بتهمة ممارسة السحر. عشان تفهم القصة كاملة لا تنسوا الصلاة على النبي في التعليقات، كتب الله أجري وأجركم، وتعالوا نبدأ على بركة الله. وتعال أحكي لك ما هو كتاب مطرقة الساحرات. ببساطة، يعد هذا الكتاب وثيقة مفصلة قانونية ذات أصل لاهوتي، صدر عام 1486، والذي كتب ليكون الدليل القياسي لاكتشاف السحر واستئصاله. وظل هذا الكتاب يطبق حتى القرن 18، وتسبب بحالة من الهستيريا في أوروبا التي انتشر فيها السحر، وبدأت المطالبة الشعبية بمطاردة الساحرات. حينها البابا والكنيسة الكاثوليكية كونت فرق من المفتشين مهمتهم مطاردة الساحرات ومحاربتهن، لتبدأ حرب الساحرات العظمى والأكثر دموية في التاريخ. هذه الأحداث حقيقية وليست خيالية. نشر الكتاب في أواخر القرن 15، ويعد من أهم الكتب في دراسة تاريخ السحر. كتبوا جاكوب سبرينجر وهنريتش كريمر، ولكن هما الاثنين قسيسين من ألمانيا، ولكن بصفة أساسية ينسب هذا الكتاب إلى كريمر، اللي عينوا البابا والكنيسة في العام 1484 لمهمة القضاء على السحرة في جنوب ألمانيا، وأصبح هذا الكتاب يعد الوثيقة والدليل الإرشادي الذي يستخدمه المفتشين للقبض على الساحرات. بمعنى أن البابا عين فرق مفتشين تقوم بمطاردة السحرة، وهذا الكتاب يعد هو دليل إيجاد السحرة وكيفية التعرف عليهم، وكان موجود في كل الكنائس. صدر هذا الكتاب مع فترة ثورة الطباعة وظهور الطابعات القديمة، فنسخ منه آلاف النسخ وزعت على القسيسين والباباوات، وزعت أيضا على كل الكنائس ومفتشي السحرة. طيب، السؤال هنا، لماذا كتب هذا الكتاب أصلا؟ وهنا فحوى القصة والمتعة الروائية. تعال أحكي لك.
مع بداية العام 1480 انتشرت أعمال السحر بشكل مهول جدا في أوروبا، ما استدعى محاكم التفتيش والمفتشين إلى تكثيف أعمالهم في مطاردة السحرة. ولكن المشكلة أنه من كثر انتشار السحر وقلة خبرة المفتشين كانوا يتهموا الكثير من الناس زورا وبهتانا، لم يكن لديهم الخبرة، بل وصل الحال إلى أنهم كانوا يخلطون بين الممارسات السحرية والممارسات الشعبية. يعني لو لقوا واحد يرقص بطريقة غريبة مباشرة يشدوه إلى محاكم التفتيش بتهمة السحر. إذا وجدوا إنسان ماشي يتحدث مع نفسه مثلا، هو يفكر في عقله الباطن، ياخذوه مباشرة إلى محاكم التفتيش. ولكن في النهاية كانت محاكم التفتيش تحكم بالبراءة على كل من يتم إلقاء القبض عليهم. لم يكن هناك أدلة كافية، إما أن المفتشين كانوا يلقون القبض على ناس أبرياء، أو لم يكن لديهم الخبرة لتوفير الأدلة لإدانة السحرة الحقيقيين. إذن كل هذه المعطيات شكلت ضرورة لوجود دليل إرشادي. هنا دخل كريمر على الخط. كريمر كان شخص عين من البابا والكنيسة لمطاردة الساحرات، وفي الحقيقة هو ألقى القبض على الآلاف من السحرة والساحرات، معظمهم نساء، أكثر من 80% منهم كن نساء، وقدمهم إلى محاكم التفتيش. هو حب أن يبرز عضلاته أمام البابا. والكارثة أنه في العام 1485 تم الحكم بالبراءة على كافة الأشخاص اللي اعتقلهم كريمر، الجميع لم يدان واحد فيهم. كانت هذه بمثابة إهانة أو صفعة على وجه كريمر أمام البابا. هو موظف يريد أن يثبت جدارته، فتخيل أنك تروح تلقي القبض على آلاف الناس بتهمة السحر، وفي النهاية كلهم يطلعوا براءة. يعني هو بالتحديد أثبت للكنيسة أنه حمار. هذه النقطة شكلت عقدة نقص عند كريمر. وما زاد الطين بلة هو امرأة تدعى هيلينا، وهي قد تكون البطلة الرئيسية في هذه الحكاية الحقيقية. هيلينا كانت تكره المفتشين المتدينين المعينين من البابا. هيلينا كانت تحرض الناس على عدم الحضور إلى الخطب الدينية التي يقدمها كريمر في الكنيسة، كما كانت تطلق لسانها بالسباب وتصف المفتشين بالأغبياء. هذا شكل حقد عند من؟ عند صديقنا كريمر اللي قام باعتقالها ووجه لها العديد من التهم، منها ممارسة الجنس مع الشياطين، الدعارة مع البشر، ممارسة السحر والشعوذة، وشدها إلى محاكم التفتيش. ولكن محكمة التفتيش حكمت ببراءتها من كل التهم المنسوبة إليها. أيضا فشل كريمر مرة أخرى. طبعا هي تسكت، هي لم تسكت، هي عندما غادرت أرض المحكمة بدأت تطلق لسانها على كريمر شخصيا. هذا ولد حقد دفين أكبر عند كريمر، وهذا هو السر الذي جعل كريمر يكره النساء أكثر من الرجال، والذي جعل 75% لاحقا من ضحايا محاكم التفتيش الذين تم إحراقهم نتيجة كتاب مطرقة الساحرات كنا نساء وليس رجال. ما الذي حدث بعد ذلك؟ تعال أحكي لك. من هنا جاء كريمر لكتاب مطرقة الساحرات، والذي كان بمثابة الحل التوتر اللي كان يحيط بالمجتمع من أعمال السحر. وتم نشر الكتاب في ذروة أعمال السحر وحملات المطاردة، وكان سبب رئيسي في زيادة تلك الحملات لملاحقة السحرة بعد نشره مباشرة. طيب ما هو محتوى هذا الكتاب؟ في الحقيقة احتوى هذا الكتاب على 3 فصول كاملة، والثلاثة دليل كامل على بغض الكنيسة لمن يمارسون السحر، بل هم يرون أي إنسان يقوم بالسحر هو يتعدى على الذات الإلهية ويتخطى أوامر الكنيسة. وعلى الرغم من أنه الكتاب تبناه البابا وتبنته الكنائس، إلا أنه الكثير من الفلاسفة والعلماء آنذاك كانوا معترضين على الكتاب ويرونه تمهيد لعصر جديد من اضطهاد المرأة، وأنه سيفتح أبواب جهنم على أوروبا كلها. إذن ما هي الفصول الثلاثة في الكتاب؟ تعال أحكي لك. أولا طبيعة ممارسات السحر. كانوا يرون أن السحرة هم أبشع المجرمين على وجه الأرض، والكتاب يوضح الأسباب الرئيسية لاتهام السحرة. 1 السحرة يهبون أجسادهم وأرواحهم للشيطان. 2 التخلي عن الإيمان. 3
ذبح الأطفال من أجل إرضاء الشيطان. 4 يقومون بعلاقات جنسية مع الشيطان، وغالبا ما كان ممارسو السحر من النساء التي تكون لهن ميول شيطانية. لم تكن هذه فقط أفكار كريمر وحده، بل كان هناك حالة من الذعر الاجتماعي تجاه السحر والسحرة في أوروبا آنذاك. كانوا يقومون بتقديم الشوفان لبعض الذكور المخصيين، ويسنون السكاكين بالحليب، ولديهم ما يعرف بوثيقة الشيطان، وهي وثيقة تعهد بين الساحر والشيطان، وحاملها يستطيع أن يفعل ما يشاء وقتما أراد ذلك. هذه هي الأمور التي عرفت عن ممارسين السحر في اعتقاد المجتمع آنذاك. طيب ما هي الأدلة هنا التي كان يدان بها السحرة؟ في المحكمة كان هناك 3 طرق لإدانة الساحر. الأول هو الاعتراف، أن يعترف بأنه ساحر ومارس طقوس سحرية، وغالبا ما كان هذا الاعتراف يأتي تحت التهديد والتعذيب آنذاك. 2 هو مشاهدة أحلام ورؤى مرعبة وغريبة، يعني أي شخص يقول رأيت أنا رؤية مفزعة أو غريبة يتهم بالسحر. 3 أن يأتي شاهدين يقولان أنهما رأيا هذا الشخص أو المرأة وهي تقوم بالسحر. طبعا كريمر كان يرى أن هؤلاء السحرة في المحاكم كان يجب أن يحاكموا كمن يعيبون في الذات الإلهية، وكان يرى أن السحر هي جريمة الشيطان، ولكن من يقوم بها هنا هم السحرة، ولذلك يجب إحراقهم بالنار. طبعا في محاكم التفتيش هذه إذا أدين إنسان خلاص أثبت عليه أنه ساحر، سواء حقا أو زورا وبهتانا، لم يكن لديه أي طريقة للتكفير عن ذنبه أو التوبة. الشيء الوحيد اللي كان يقدر يسويه في قاعة المحكمة هو أن يقوم بالاعتذار لأهالي الضحايا اللي هو اعترف أنه قام بسحرهم، يطلب مسامحتهم فقط، وإذا سامحوه فهذا يعتبر أنه سيخفف من عذابه في الآخرة. أما العقوبة فكانت الموت، الإعدام حرقا، ولا مناص من ذلك. أما الفصل الثالث في الكتاب فكان تحت عنوان الموقف تجاه المرأة. هذا الفصل كان يجسد أن المرأة هي أكثر شرا من الرجل، ولديها ميول شيطانية أكثر، وكلام يضطهد المرأة بشكل لا يتصور عقل. لن أخوض فيه هنا لأنه ليس في سياق الموضوع بشكل عام. أصدقائي المتابعين، هذا هو كتاب مطرقة الساحرات، يمكن أن تجدوه باللغة العربية، ولكن أنا لا أنصح بقراءته أصلا. هو كتاب ديني اضطهادي يحمل كراهية، يوجه بقتل الناس حرقا اللي هم السحرة، وفي النهاية لا يعنينا تفاصيل ما فيه. هذا هو ملخص كتاب الساحرات الأكثر شرا في التاريخ، والذي استخدم كدليل لإبادة السحرة، والذي ذهب ضحايا العديد من الناس الذين لم يكونوا سحرة أصلا. مجزرة تاريخية كبرى استمرت لأكثر من 300 عام. في ختام هذه الحلقة أصدقاء المتابعين، لا تنسونا من الدعاء، ولا تنسوا الصلاة على النبي، لا تنسوا كذلك الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، الإعجاب بالفيديو إذا أعجبكم، إذا لم يعجبكم اذكرونا في التعليقات ما الذي لم يعجبكم فيه، شيروه على أكبر قدر ممكن من الناس، واكتبونا في التعليقات ما هي التحقيقات الخاصة الجديدة اللي حابين تشوفوها على القناة. وحتى أراكم في حلقة أخرى، هذه لكم مني تحية، أنا أيمن القاسم، دمتم بود وسالمين جميعاً.